السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. حياكم الله من جوار مسجد قباء، أحييكم. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما شاء الله، هنا كمان نصورهم. يا سلام يا سلام، نرجع لورا كمان عشان يطلع معهم مسجد قباء. ما شاء الله. يلا. طيب نحن الآن في الجهات الشرقية لمسجد قباء. ما شاء الله، هذه الساحات الشرقية قريبا بإذن الله تمتلئ بالمصلين صلاة التراويح. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. ما شاء الله. طبعا للتو فرغنا من أداء صلاة العصر. ما شاء الله، والأعداد طيبة. ونحن اليوم طبعا يوم الأربعاء الموافق أو الواقع في 18 من شهر شعبان لعام 1445 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2024. تاريخ الميلادي بدينا نضيع فيه. عموما نحن الآن حناخذكم بجولة للمواقف الجديدة لمسجد قباء. طبعا المواقف هذه لسه باقية إلى يومنا هذا. المواقف اللي كانت هنا كأنه الآن يعني خلاص فرغوها وصوروها لأنه بيعيدوا تطوير هذه المنطقة. ففي عندنا مواقف جديدة أيضا، والآن نحن وقفنا عندها، يعني مواقف موجودة هي في جهة القبلة. تمام، جهة القبلة اللي هي هذه الجهة، هناك باب الأئمة وباب المؤذنين في تلك الجهات. شايفين ذاك المؤذن عبد الكريم الأيوبي، زميلنا وحبيبنا. ما شاء الله، السلام. طبعا نحن رايحين مواقف، بس قلنا نشقر كذا من هذه الجهات عشان نتأكد انه هو ولا ما هو، هو صاحبنا عبد الكريم الأيوبي. خلينا نشوفه. السلام عليكم. هلا هلا، حياك. هلا بالشيخ عبد الكريم، يا مرحبا، حياك، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية، حياك. مؤذن مسجد قباء ما شاء الله. طيب هنا عندنا منزل كلثوم بن الهدم، كان في هذه الجهات منزل الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم اللي ضيف النبي عليه الصلاة والسلام أيام، يوم اللي وصل إلى المدينة فجلس فيها أياما ثم توجه إلى منطقة المسجد النبوي الشريف. فخلال هذه الأيام كان يتردد ما بين منزل كلثوم بن الهدم وكذلك منزل سيد العزاب اللي كان في هذه الجهات، اللي هو سعد بن خيثمة رضي الله عنه، اللي اقترع بينه وبين أبوه في يوم بدر وطلعت القرى على الابن اللي هو سعد. فأبوه قال له يعني لو أنك تجلس مع الأهل والصبي ويعني تجلس مع الأهل في البيت. فإيش قال له سعد بن خيثمة؟ قال له يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك به. فما أرضي أنه يخلي أبوه يطلع مكانه، فخرج في غزوة بدر واستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. وأبوه اللي هو خيثمة أبو سعد استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب وجهتنا إلى المواقف، مثل ما ذكرنا هذه كانت المواقف اللي يقف فيها الباصات، وإذا تذكروا كانت هنا في أكشاك كذا عديدة كنا نشتري منها. لكن الآن تطوير مسجد قباء قائم، وهذه المواقف كلها أو هذه المنطقة كلها هتصير مواقف قريبا إن شاء الله، بس بعد ما ينتهوا من تطويرها. ونحن متجهين إلى المواقف هذه، شايفين المواقف صراحة منطقة كبيرة وجيدة يعني لأنه الواحد يقف فيها. وغير كذا في بعض السيارات الهوكي اللي تسوي خدمة أنه توصلك إلى هذه الجهات، يعني تقربك إلى المواقف، مع أنه المشي يعني طيب المشي. ما شاء الله، حتى ترى في دورات مياه، يعني عشان ما هذه دورات مياه عشان تخفف العبء على الدورات اللي موجودة في مسجد قباء. ما شاء الله، الأجواء الأيام هذه يعني الحمد لله طيبة، ما في هذا البرد الشديد ولا في هذه الحرارة الشديدة، إلا ربما يمكن بعد الظهر مباشرة. ونحن مثل ما ذكرنا لكم نحن في فترة العصر،
فالأجواء جدا جميلة. ديار بني واقف في هذه الجهات، أطمهم إلى يومنا هذا موجود في هذه الجهات، مزرعة هلال بن أمية الواقف في هذه الجهات، وهنا مثل ما ذكرنا ديار بني عمرو بن عوف من الأوس رضي الله عنهم، يعني معالم عديدة لها ارتباطات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن وصلنا إلى المواقف، منطقة المواقف. نحن وقفنا يمكن آخر شيء، لو أنا وصلت بعد الأذان بممكن 10 دقائق، فيدوب أني وقفت السيارة وجينا المسجد الحمد لله، وكانت الصلاة قد أقامت. يعني المسافة الآن من المسجد إلى هذا المكان يعني ما تتعدى 3 دقائق 4 دقائق. شوف نحن بدينا نصور من مسجد قباء، ومع المشي البطيء والتوقف الآن المقطع تقريبا 5 دقائق، يعني المسافة طيبة. فهذه مواقف باصات ومواقف سيارات مع بعض، ما أدري إيش اللي حيصير فيما بعد، هل حيتغير شيء؟ أقصد يعني هل حتخصص هذه المواقف للباصات مثلا دون السيارات، ويصير السيارات مثلا تكون بجانب مسجد قباء؟ قد يعني قد يكون، أقصد تكون أقرب إلى مسجد قباء، لأن الباصات يعني معهم أعداد كبيرة، فممكن يكونوا يوقفوهم في هذه الجهات أفضل لهم. ما شاء الله، هذا كان مقطعنا يعني بس من باب أنه ننوركم بهذه المواقف. كيف تجي لهذه المواقف؟ بعد ما تعدي مسجد قباء من هذه الجهة، طبعا طريق الهجرة اللي هو طريق الخدمات، هتأخذ يمين كأنك جاي إلى المواقف اللي هي في هذه الجهة، تمام؟ فتمشي طوالي عن الطريق الجديد هذا اللي فتحوه، بعدين في مدخل على يدك اليمين تدخل منه، وبكذا أنت تكون وصلت إلى منطقة المواقف. في طريق ثاني ممكنكم تجوا منه اللي هو هذا الطريق اللي هو من عند الخزان، هذا خزان الموية. خلاص تمشي طوالي وتأخذ يمين من هذه الجهة. شوف الآن أظن الطريق معروف اللي هو يقابل طريق العصبة، وحنجد أنه مسجد بني ونيف موجود هناك. مسجد بني ونيف أتوقع ممكن يبين معنا من هنا، يعني مسجد بني ونيف حيكون يقابلنا مباشرة في هذه الجهات، ما حيظهر معنا بشكل واضح خصوصا أن الشمس الآن يعني جاي في وجهنا، لكن هذه مزارع حي الخاتم ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا مثل ما ذكرنا ديار بني واقف وأطمهم في هذه الجهات، هذا أطم بني واقف. عندنا حديث، وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، لا تهدم الآطام فإنها زينة المدينة، يعني هذا ما أحببنا أن ننوركم به. وشوف لا يزال العمل قائم على تطوير هذا المكان، لسه المكان جديد، يمكن نتوقع أنا أول من صوره، فهذا ما أحببنا أنه نعطيكم إياه. ونسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.